ولا تجيبي شي حد يعاونك واش حبستي الرضاعه طبيعيه ولا خصك تصبر صبر 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 واش بنتك كاينه في الكوليج خاص او حكومي ملي زدت الثالث حسيت براسي ما بقيتش قادره عندي تجاعيد تحت عيني فلا الولاد غادي يفهموا ولا الراجل غادي يفهموا ولا انت غادي تقدري تفهمي راسك ولا المجتمع غادي يقدر يفهمك كيف انظم حياتي الزوجيه يوهزها وانا نكسر انايا كلامه الغلط اللي درت يعني غلطت وندمت عليه وهادشي تيزيد مازال العلاقه الزوجيه مازال امتنها راسي عارفه كالو شربوا لبسوا نعسوا كاش يكذب عليك قدام كيناش مساء النور يا مساء الخير كي دايرين لاباس عليكم تتمنى تكونوا كلكم بخير كما وعدتكم وفيت اليوم ان شاء الله غادي نجاوب على الاسئله نتاعتكم كاين بزاف ديال الاسئله حاجه اخرى بغيت نقولها لكم الا عندكم اي اسئله اي سؤال بغيتو تعرفوه اكتبوا لي دابا لتحت في التعليقات انا راه تنقبطوا وتنسجلوا عندي وان شاء الله تنديروا في الدوسي وان شاء الله غادي نجاوب عليه في واحد الفيديو من الفيديوهات كاين بزاف ديال الاسئله وغادي ندخلوا ديريكت الى صلب الموضوع وغادي نجاوبوا على السؤال رقم واحد السلام عليكم اختي ا partir de quel âge il faut faire le test PCR pour rentrer en France à partir de 11 ans Normalement, c'était à partir de 11 ans. Mais quand on va se mettre à partir de 2 ans, Allahu a'lam. السؤال الموالي البنات هذا لكم نتوما البنات واش في المغرب تنعمروا الميتويال على الزاج ديال النظاظر سوما واش غتفاكسيني بنتك اللي في المدرسه يعني جوج ديال الاسئله بعدا قالت لكم اللي في المغرب يجاوبها الله يستر عليكم واش تدي واش يكون الميتويال على الزاجه ديال النظاظر جاوبوها جزاكم الله خيرا السؤال الثاني واش غادي تفاكسيني بنتك في المدرسه بنتي نورمالمون عندها 11 عام الفاكسان فهو ابارتير دو 2 ans ابارتير 12 عام تماك من تماك يحن صدر بال البنات ما غاديش نقول لكم عرفت والله متردده لا انا ورا راجلي متردده باقي ما خدناش واحد القرار ولكن بيني بكم عندنا بشي شويه ديال التخوف وشي شويه ديال التحفظ حنايا ماشي مشكل يعني في تصد ربي بغيتي تخافي عاوتاني على الاولاد تكون عندهم مع مناعه اقل ولا ما عتتوقع ليهم ولا ما تعرفوش نتوما اش درتوا البنات جبتوا تفاكسوا الوليدات نتاعكم وبغيتوا تديروا لهم الفاكسان اش درتوا المهم اش درتوا واش تعرفوا شي حد في لونتوراج نتاعكم اللي دار الفاكسان واش دار الفاكسان دابا في المغرب ضروري خاصك ديري تلقيح ولا لا جاوبونا لتحت في التعليقات باش انا ناخذ هكا الافكار منكم نتوما من التجارب نتاعكم ان شاء الله يعجبني التعامل ديالك مع ابنائك يا سلام ما قلت لكم فالابناء نقولها لكم غير بواحد القاعده اللي انايا تندير الابناء دائما قبطوا لهم العصا من الوسط ما تشدوش باش ما تكسرش العلاقه بيناتكم وما ترخيوش باش ما يهزوش الحبل ويمشيو ويخليو كلشي يعني وليو يعني هما اللي والديكم ماشي نتوما ديما الوسط تكوني صديقه وفي نفس الوقت تكوني ام صارمه مره في الصداقه تتعرفي فين والام يعني حيت تقولي لا يعني راه لا الموالي اختي سوما واش لقحوا الفئه من 12 ل 17 عندكم في فرنسا هنايا بالمغرب دايرين تلقيح لهاد الاطفال والناس ما باغيين واش عندكم حضوري او عن بعد عندنا القرايه حضوري والتلقيح من 12 انا ما عرفتش من 12 ل 17 ولكن ابارتير دو 2 زون يعني من 12 للفوق الناس هما تيلقحوا واش بداو التلقيح هنايا في فرنسا الناس ديال 12 بداو التلقيح الناس ديال 12 نقول لكم واحد الحاجه بعدا انايا بعدا قبل ما نمشي للمغرب فاش كنت بغيت نمشي نتلقح ديك الساعه كانوا الناس ديال 12 كاينين فين قابطين معايا النوبه تيتلقحوا طاع عليك اختي سوما كنحماق على شراء الادوات المدرسيه بغيت اختي نطلب منك تعملي لنا طريقتك في مساعده الاطفال في الواجبات المدرسيه في المنزل الله يجزيك بالخير بالنسبه للواجبات المدرسيه او ليدوفا فهي تنظيم يعني خاصو تنظيم خاصو توت ان اورغانيزاسيون تيدخلوا حقاش عندي الوقت خاصني نحسب وخاصهم ينعسوا بكري حقاش نعس بكري راه حتى هو راه تيفيد باش تدخل لهم لي دوفوار وتدخل لهم الواجبات المدرسيه في العقل نتاعهم تيدخلوا طنعتهم اما يتعشاو اما الكوتي على حسب الوقت اللي هما دخلوا فيها واش دخلوا معطلين ولا لا تيخصو بعدا هو الاول عاد ياكلوا تنقول لهم لي دوفوار كلشي عطيني اش عطاه الاستاذ والاستاذه ميسا تيكون عندها لي دوفوار في لوجيسيال اللي تيتسمى برونوت واحد لوجيسيال عاوتاني تيتسمى توتاتيت توتاتيسيك ياك ميسا
L'autre logiciel s'appelle comment? Toutatis. Toutatis Pronote. D'abord, faut aller sur Toutatis et puis après, tu vas sur Pronote. تما كيكونوا فيهم تمارين ديال الاساتذه. وعندها عاوتاني تمارين وحدين اخرين تيكونوا كتابيين. تعطيني مذكره تمشي معها بتمرين بتمرين. مرات ما تتفهمش راه تنبقى معاها بشويه. مره ديك الساعه تيكون الاستاذ ديجا شرح ليهم راه صافا. الحاجه اللي هي زوينه درتها ميسا هي في المدرسه ما عرفتش هادشي ولا طوندونس. هي في المدرسه دايرين واحد الجروب، الجروب سناب شات، مدخلين ليه غير التلاميذ والتلميذات ديال المدرسه. اللي ما عرف شي حاجه واللي ما فهمش شي حاجه تيمشي لذاك سناب شات وتيقول لها واش فهمتي داك التمرين اش درتي في هادي. زعما فريمون استعملوا واحد 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 الحاجه اللي هي ديال الترفيه، الحوايج اللي هما تعليميه. السؤال الاخر. سلام، انا ابني عمره راح يصير سنه، ما بياكل مثل هالولد مهروس او بالكميات اللازمه، شو ممكن اعمل؟ تيحب الاكل، وشو الاكل اللي لازم يعملوا اياه؟ انا بحب قناتك وبتابعها من لبنان. مرحبا بكم. مرحبا باهل لبنان وبناس لبنان وبسيدات لبنان. بالنسبه لي المشكل ديال الاكل هي انا بديت الجمعه باللبنانيه. بديت نعطي الاكل لسوريا، بعد عطيت لها الاكل في الشهر ديال 5 اشهر، وبديت لها بالفخوي بالفواكه، بديت لها بالفواكه المهروسه. مورا الفواكه بديت لها الخضر، الخضر ما جيت وخلطت لها كل شيء وحطيت لها حقاش جربت وما بغاتش. باش بديت لها بالخضر اللي تيكونوا شي شويه حلوين، حلو خضر حلوه بحال خيزو الجزر. يعني بداو ديما الوليدات نتاعكم باي حاجه اللي هي تتكون حلوه تيقدر ياكلها. ما تبارك الله عليك. بغيت نسولك واش تقضي شغل الدار بوحدك ولا تجيبي شي حد يعاونك؟ هاد الساعه هادي حبيبه ديالي فانا تنقضي الشغل ديالي بوحديتي، عمرني جبت انايا شي حد يعاوني في الدار. تنطلب صدر ربي يعطيني الصحه والعافيه يا رب العالمين باش نقوم بشغالي بوحديتي ونقوم بالولادات نتاعي بوحديتي. من الاحسن. السؤال الموالي، اختي نسيمة الله يعاونك، اللهم امين. بغيت نسولك، عندي تجاعيد تحت عيني وعييت بالماسكات والوصفات والمساج، عاد ما زاد لي، عافاك باش تنصحيني، خايفه يزيد لي البشره ديالي جافه. وهذا هو المشكل، البشره نتاعتك جافه. البشره منين تنكونوا صغار ديما خاصنا نديروا ليها الكريمات اللي ترطيب البشره، نشربوا بزاف ديال الماء، شرب الماء، ما نقعدوش حتى يخرجوا لينا التجاعيد، عاد تصير قلبي على البوماده اللي تحيدهم لحقاش يكذبوا عليك القدام، كايناش، غير شي شويه ديال الإدغاتاسيون وصافي. اللي بدا بكري زعما يدغطي البشره نتاعتو راه التجاعيد راه ما تيبانوليش بزاف. إلا بديتي معطله وتخرج لك التجاعيد وبغيتي انت تعسي على شي كريمه اللي انت كما بتكون الثمن تاعها كما بتكون الماركه نتاعتها ما غادي تجي لك والو. نكذب عليكم، شكون هو اللي تيدير التجاعيد الا خرجوا لك وباينين؟ هما نفتح هما البوتوكس. ما يمكن ليش انا نعطيكم واحد الحاجه نقول لكم راه زوينه ولا لحقاش عمرني انا درت شي حاجه اللي حاليا الوجه نتاعي لا بوتوكس ولا نفتحها ولا والو، تندير غير ديك الكريمه. ولكن انا بديت استعمال الكريمات ديال 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 التجاعيد، ماشي كاع التجاعيد، ديال كريمات اللي ترطيب تحت العينين، بديت نستعملهم زعما بكري. دابا الى هما اختي خرجوا لك شربي الماء بزاف وحاولي ترطبي، والى هكا ماش نقول لكم انايا البوتوكس سميتو لحقاش ما يمكنلياش انايا نقول شي حاجه اللي انا ما عرفتهاش. الى عندكم نتوما تجارب زويونين ولا لا فيما يخص دوك النفاتح وسميتو جزاكم الله خيرا، كتبوا لينا شي في التعليقات. راه ما بقاتش شي حاجه اللي هي حشومه، دابا ولا كلشي تيديروهم يعني عادي جدا. راه وليت تشريهم كاع من الفارماسيان تدكيهم، ولكن لا انصحكم تشريهم من الفارماسيان، سيروا عند طبيب مختص هما يديروهم لكم الا كنتو فريمون كانوا باينين بزاف وكانوا يعني كنتو صغارين وما باينين بزاف. يعني انا حاسه بكم. عفاك الى ممكن ديري لينا فيديو كل نهار، انا كنبغيك بزاف.
شكرا بزاف لي خطيكم، راه بزاف ديال السيدات اللي تيقولوا لي هذا السؤال هذا، واسوما راه فيديو في الاسبوع راه ما جاتش، واسوما راه بزاف ديال يوتيوب يديروا فيديوهات كل نهار. نكذب عليكم قدام بانني حاولت، ولكن تنحشم من راسي نقبط الكاميرا ونصور اي حاجه ونحطها ونجي لكم واحد العنوان اللي هو مثير، او واحد العنوان باش نجبد المشاهدات، ونقول سيبو مريضنا ما عندنا باس خلينا نحط فيديو. تنحش راسي بانني تندير شي حاجه، وما تنحش راسي بانني استمتع. يوتيوب بالنسبه لي فهو تيعطي لي اكثر ما تيعطيكم، يعني خاصني نحس بداك الاستمتاع، والاستمتاع هنايا تنحس فيه الا والفيديو تنضرب فيه تماره ديال المعقول. تنحس بداك الاستمتاع في المونتاج، كتنكمل كاع المونتاج وتنقعد نتفرج فيه بوحدي تي قبل ما نحطو لكم. يا سلام على واحد الاحساس بانك درتي فريمون واحد الفيديو، فوالا ما غاديش ندمي عليه، من زعما غادي تكوني فخوره به في القدام، حيت تكبري وحيت تشرفي وحيت يشوفوا ولادك كيفاش تتصوري وكيفاش تديري. دونك هذا هو بالنسبه لليوتيوب، وما راه سهل جدا ندير لكم فيديو كل نهار ونحطو لكم مع الكاسيكيت وندير لكم شي شي شي, شي عناوين باش هكا تكون المشاهده، ولكن تنحشم اختي من راسي قبل ما نحشم منكم نتوما، تنحشم من راسي بعدايا انا. سي كوا سا يانيس؟ سي بور موا؟ ميرسي مون امور، سي تري بو، تري جولي، مانيفيك. إيسايي، باسكو لا دانييغ فوا مانشال افي كاشي مون تخوك. أوه، سي با غاف. الموالي، تبارك الله عليك، قولي لي سما واش حبستي الرضاعة الطبيعية؟ حبست الرضاعة الطبيعية سكينة، حبستها منين جيت من المغرب ولا قبل ما نمشي من المغرب؟ المهم حبستها. حبست الرضاعة الطبيعية، يمكن حتى جيت من المغرب عاد حبستها. كنظن دونك حبستها كيفاش حبستها؟ زعما واش ما كانتش زعما صعيبه ليها؟ كانت شويه صعيبه ليها لحقاش ديما كانت تقلب على 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 الصدر باش ترضع فيه، ولكن صافي بشويه 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 ولفات في الليل. تطلع تترضع عليا بزاف في الليل الرضاعه الطبيعيه. كيفاش باش عوضها لها؟ عوضها ليها ببرونات ديال الماء، غير ندير لها ذكر ببرونات ديال الماء في فمها ديريها تاك. تبلع عليا. لا لا تتحيدها شويه وتتحيدها صافي هكا بشويه 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 صافي حتى ولفات البيبرونه ديال الماء، ولكن راه باقي تنوض ليا البنات في الليل، يعني ما عرفت كيفاش غادي ندير ليها. دونك السؤال الموالي، ما شاء الله عليكم بصحتكم حوايج امدرا، ماماك كيف بقات؟ اختي سما دعي معايا يشافيني ربي لبناتي الصغار، راني محنه خايفه يكون مرض. الله يجيب الشفاء للجميع، الله يجيب لك الشفاء. الحمد لله الوالده الحمد لله باقي شي شويه ديال الارهاق، ولكن اللهم لك الحمد. يعني فين كانت ديك الساعه؟ مرضى واحد المرضى قلت لكم خايبه بزاف 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 بزاف، ما تبغاش اللعدوك، ولكن الحمد لله دابا اللهم لك الحمد. يعني بقى داك الارهاق ما وراء المرض وداك العيا، ولكن بخير دابا اللهم لك الحمد. الحمد لله اللهم لك الحمد. وانت يا اختي الله ينودك ان شاء الله الوليدات نتاعك ويحفظك ان شاء الله، واللي عنده شي وليدات الله يخليهم ليه، واللي ما عندوش الله يعطيهم ليه، واللي عنده والدي الله يخليهم ليه، واللي مشاو ليه والديه وماتوا الله يرحمهم ان شاء الله في هذا النهار. دونك غزي ولين تلفوني دابا راه تشوفوني تندوي معكم، هو بيغتنم فرصه ولا لحقاش انا عطيتهم واحد شويه ديال التلفزيون صافي راه استهلكوه في هذا النهار هذا ديال الربع، ولا طابليت ما عندهمش الحق في الاسبوع في ايام الدراسه. نو 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 يانيس نو 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 تو ريست افيك تا سير تلفني. اشنو هو السؤال؟ نو يا كيفاش ندير مع السهر؟ ولا اختي تصبر صبر 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 صبر. السيستم ديالي هو الفيقان دابا مع 6، ديك الساعه كنا تنفيقو مع 7، دابا مع 6 ديال الصباح تتخرج مع 7 و 6 ديال الصباح تتخرج مع 7 و 4 ميساء، فصافي تتبقي هكا من هذه هكا 8 و 4 تتمشي تجي يعني ساعه ثانيه للمدرسه، تبقي من هنا لهادي من هادي لهادي من هادي لهادي حتى 12 ديال الليل. طل 12 ديال الليل البنات عاد تنعس من 6 ديال الصباح حتى 12 ديال الليل، وفي الليل صوريا عاوتاني هذا تفيق عاوتاني ما توصل الويكاند، زعما الويكاند راجلي ما تيخدمش، فنقول ليه ها الولاد ها كلشي تنعس الويكاند البنات فتنعس انايا في الصباح ما تنفيقش بكري، وتيخليني الحمد لله نعس في الصباح. هو اللي تينوض هو اللي تيقابل زعما تيجي لهم الفطور تيقابلهم تيهز صوريا تيبدل ليها الحمد لله في ذاك الويكاند اللي تنقدر انايا نغيسبيغي شي شويه، راه سينو راه
ما نقول لكمش راه ما غاديش نقدر، لابد خاصو تكون عندكم واحد اليومين في الاسبوع اللي تقدروا نتوما تنفسوا بها راه ليلى. يلا سؤال الموالي، السؤال الموالي، عافاك اختي سما قولي لي واش حتى انت درتي تلقيح لبنتك؟ حيت حنايا في المغرب ضروري الوليدات من 12 عام غادي يديروا تلقيح، والله احبك في الله والله يخليك وليداتك اللهم امين. لكن ما انا جاوبت السيده اللي بنتي باقي لحد الان ما درتش تلقيح لحقاش هي عندها 11 عام. والله عندي سؤال لكل عيالات المغتربات، هذا سؤال لكم كلكم، كيفاش تتاكدوا باللي اولادكم ما تياكلوش اللحم والدجاج حلال في لاكونتين؟ والله اعلم. انا بعد السيستم ديال يانيس في المدرسه دايره لهم منو فيجيتاريان، يعني ما هما تيوصلهم داك الشيء ما فيه لا لحم لا دجاج، هادشي درت معاهم في المدرسه. بالنسبه لدابا الكوليج الميساء هنايا عندي مشكل، الكوليج عندهم واحد السلف اللي هو فيه بزاف ديال الاشياء والله اعلم، يعني ربي هو اللي حافظ. والتربيه انا اللي ربيتهم ملي كنت صغار قلت لهم ما كاينش لا لحم ولا دجاج ولا خنزير بيان سي ولا داكشي راه تيعرفوه، ولكن تتخليهم في التدربيو هما واش تاكل اللحم والدجاج تماك الله يعلم، تتقول لي ما تاكلهمش، ولكن ربي الحافظ نديرو الثقه في الوليدات نتاعنا وصافي. دونك هذا ما كان، ولكن في المدرسه على الاقل تتحكمي في شي شويه من الامور. السؤال الموالي، سمع عافاك اختي ديري لنا فيديو على نصائح اختيار شريك الحياه ان شاء الله اللي ما بداتش ديال الحنة الله يزوجها ان شاء الله ويوفقها ان شاء الله في الزواج نتاعها ويعطيها ان شاء الله ولد الحلال اللي يقدر يستاهلها. بونجور ما شيخ سوما، فوتر في لي بيوتي اي دون ان كوليج بريفي او دان كوليج او دون ان كوليج بوبليك. دونك بالنسبه ل سوريا سميتها ميساء فهي كوليج بوبليك، دون ان كوليج بوبليك علاش؟ لحقاش قلنا ليها تكون بحالها بحال الاخرين. بالنسبه ليانيس فهو باقي في المدرسه الخاصه، يانيس في المدرسه الخاصه غادي يبقى معاها ان شاء الله حتى لست سنوات. ميساء فاش وصلت اخر سنه في المدرسه وبات تمشي للكوليج عطاوها الدوسي باش نصيفطوها للكوليج الخاص، ولكن الكوليج الخاص بقيت نفكر انايا وبابا شحال قلت ليه مشيت تمشي احسن للكوليج بيبليك لحقاش تقريبا تتكون عندهم نفس القرايه، غادي تبقى معاهم واحد العام الا شفناها بانها راه مزيانه وراه زعما غاديه مع مشيه معاهم مزيان فراه غادي تبقى تماك، الا ما شفناها بانها تراجعات في القرايه نتاعتها فراه غادي نسوها وغادي نحطوها في الكوليج اللي هو بريفي، يعني غادي نشوفوا على حسب واش هي غاديه معاهم مزيان ولا لا. يا لمسوما لاباس عليك، عافاك بغيت نسالك واش بنتك تتحبو وتتجلس بوحدها؟ ولت انا وياك في نفس الاسبوع داكشي على سالتك نتمنى تجاوبيني تتحبو ولا لحقاش ما خليناهاش تحبو تتبقى مسكينه هي في هذاك البارك نتاعها، واش تجلس بوحدها؟ الحمد لله تتجلس بوحديها، ولكن الحبو ولا باقي ما تتحبوش؟ نفكر دابا نشري ليها ديك الكريصه، ما عرفتش واش نشريها ليها ولا لا. يا قالت لي ماما شريها ليها راه زوينه، وفعلا انا الكريصه كنشريتها ليانيس وشريتها لميساء وديالتهم راه مشات، خاصني عاوتاني نشري لها واحده اخرى. مي بون بزاف تيقولوا بان راه المشايه تتعطل شي شويه في المشي، ولكن غير ما خاصكمش تحطوا 30 دقيقه في النار. شكرا سوما على الفيديو كيف ديما متالقه، شكرا على الحيه المنزليه. بالنسبه للكنبي ديالك منين شريتيه؟ واش اللون الابيض مزيان في الدار اللي فيها الوليدات صغار حيت بغيت بحالو ان شاء الله؟ وشكرا. بالنسبه للكنبي شريته من عند بيت، اللون الابيض ما عندي معاه حتى مشكل، ما عنديش يديرو هادو اللور. السلام، انت اروع يوتيوبوز نموت عليك، من فضلك مرض مرض وانا يا شفيت الحمد لله الشم لم يعود لي من فضلك. كاينه شي وصفه طبيعيه؟ كاينه شي وصفه طبيعيه او طبيبه؟ يا شكرا. بالنسبه للحاله ديال الشم فبزاف اللي ما زعما ما ترجعليش ديك الساعه، قالت لي واحد السيده زيت لويل اسونسييل ديال القرنفل فزوينه بدات تشميها عده نوبات في النهار، فرات تساعدك في زعما في حاسه ديال الشم ترجع لك ان شاء الله دغيا. ثم بغيت نسول انايا عندي وليدات فلاش ديال وليدات، ملي زدت الثالث حسيت براسي ما بقيتش قادره، وليت كنعيا وليت ديبريمي، واش حسيتي بنفس الاحساس؟ انايا كنعيش في لاكورس وما حدايش لا فامي، بغيتك تهضري على هذا الموضوع. بون كونتينياسيون. اش غادي نقول لكم؟ واحد ديال الولد راه ماشي هما جوج، جوج ديال الاولاد راه ماشي هما ثلاثه، يعني وقت ما زدتي ولد وقت ما المسؤوليه تتزاد،
تنحس بالعياء، ما نكذبش عليكم بانني بعض المرات تنحس بواحد العياء شديد جدا، تنحس بانني مقاش ما عنديش باقي القوه كما شكيت لكم بانني مشيت ديما تدير تحاليل ديال الدم وتنشوف اش من الفيتامينات اللي هما خاصيني وتنحاول كنشري نشري فيتامينات. الحاجه اللي هي يمكن تعطيني القوه هي حيت تنشوفهم الحمد لله بخير، وديما تنقول في راسي الحمد لله عندي وليدات، لحقاش راه كاين بزاف اللي ما قدرش يكون عنده وليدات، الله يعطيكم ان شاء الله وليداتي الا كنتو من هاد الناس هادو. الحمد لله وليداتي بخير، لحقاش راه كاين بزاف اللي وليدات نتاعهم راضين الا كنتو منهم، الله يعطيهم ان شاء الله العفو. ديما تنشوف الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي هما اقل، وتنحمد صدر ربي اللي داكشي اللي كان عنده، وتنقول يا ربي ربنا نعطيني الجهد وعطيني القوه وعطيني الصبر باش نربيهم، وعطيني عطيني القوه باش نقدر ندير كاع داكشي اللي انا بغيت ندير معاهم. الولاد راه ما غاديش يبقاو معنا طوله الحياه، تجي واحد الوقيته وتتمشي يعني تيمشيو بحالهم. توصلت 18 عام بعدا هنايا راه صافي، راه كل واحد تيمشي مع قرايتو، تيمشي يكري، تيمشي مع خدمته، تيخرجوا لا البنت ولا الدري، يعني واحد الفتره زمنيه وصافي راه غادي يمشيو بحالهم. نحاولوا نستمتعوا معاهم ونحاولوا ندوزوا معاهم واحد الوقيته اللي هي يعني واحد نحاولوا نرتبطوا بهم، ندوز مع واحد القطار ما حدهم باقيين حدانا، لحقاش راه غادي يجي واحد الوقت وغادي يمشيو. ديما داكشي ديري في راسك، ديما ديري في راسك، وين فوا تديري هادشي في راسك تسقبتيهم تتزيري عليهم تتبغيهم صافي تيمشي منك داك العيا سبحان الله. بعد انت تفكري دوك الايام اللي غادي تقعدي بوحدك، غتفكري غادي يجي واحد النهار وغادي تقعدي بوحدك ما غادي يكون معاك حتى حد، هذاك النهار هذاك التفكير هو اللي غادي يعطيك القوه باش تقدري تستمري. دونك ما بقايش تعطلي عفاك ديما الفيديو في النار. شكرا لكم وشكرا للحب نتاعكم وشكرا للتشجيع نتاعكم وشكرا للضمود نتاعكم، هادشي تيفرحني بزاف وتيشجعني. غادي نحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاول، حيت راجلي مثلا حيت تكون عنده شي عطله ولا شي حاجه تيقبل كاين الوليدات، فتنحاول كنحط الفيديوهات حيت ما تيكونش البنات في الغالب صدى ربي دعواتكم، راه هادشي راه الدراري خاصهم واحد المقابله، كاين لي دوفوار، كاين التمارين، كاين الحياه نتاعك الزوجيه وحياه نتاعك الخاصه. ما بغيتش انايا ندير شي حبان في رمضان في الاخر تنولي خارجه على راسي، فهمتوني اش بغيت نقول. تنحاول الوقيته ديال اليوتيوب تكون عندها وقيته، والوقيته ديال حياتي الشخصيه والخاصه تكون عندها حتى هي وقيته باش ما نبقاوش نرون عاوتاني الدنيا، حيت في الاخر حنايا اللي غادي ندمو. هذوك اللي تيبقاو يرونوا الدنيا راه في الاخر تيندم كلشي. ديما ديري هادي بوحديتها وهادي بوحديتها، هادي بوقيتها وهادي بوقيتها ديالتها. سوما حبيبتي، سوما حبيبتي، واش هو السر نتاع وليداتك ديما هادئين؟ تبارك الله الحمد لله انا وليدات نتاعي فهادئين، يعني الطبيعه نتاعتهم هادئه غير، ولكن راه تيديروا لي بيتيز، راه تيديروا الطارات، راه بحالهم بحال كاع وليدات عباد الله. ما زعما ماشي دوك الناس اللي تقول لي اي حاجه تقولها عليهم يديروها، بحال دابا ميساء ما حد هاد تكبر وما حد الكاركتير نتاع عاطي ستي صعاب. نحاولوا هكا نركزوا معها تقرب المراهقه، تنظن بان المراهقه غادي تكون شويه صعيبه بالنسبه لي، بالنسبه لي يعني تيخاف، ولكن بعض المرات ما تيحشمش. خاف ما تحشم. هما الغاليه ربي يحفظك، ربي يحفظ لك وليداتك. الا ما ديري شي فيديو قريب، واش من لون مستعمله في شعرك؟ اللون اللي مستعمله شعري تستعمل رقم 6 او رقم 5 ديال اكسيلونس. واش عندك شي؟ ما عنديش حبيبه الشيب، باقي ما ضليش هاد الساعه هادي. وكيفاش تغطيه مده اطول؟ كيفاش نغطيو الشيب مده اطول؟ كاين اللي تيدير ليه الحنه وكاين اللي تيدير ليه الصباغات ديال 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 الشعر، ولكن بزاف تيديروا ليه الحنه. السيده عندها 31 عام وناض ليها الشيب، اش تدير؟ الا نتوما اش تديروا الشيب؟ الا ناض لكم الشيب اش تديروا الشيب؟ جزاكم الله خيرا ان ما جاوبوا هاد السيده هادي لتحت في التعليقات. عليكم حبيبتي سوما تهضرينا على المنزل نتاعك، شريتيه او بنيتيه؟ الله يحفظك، انا هي حابه نبني وخايفه. وما هي اقتراحاتك؟ نحبك بزاف. بالنسبه للمنزل ديالنا فحنايا شريناه مبني، يعني حنايا قبل ما نجيو لهذا المنزل فكانوا الناس ديجا هما ساكنين هنايا، كانت واحد السيده مع وليدات نتاعها فكانوا ساكنين، هما اللي بناوه، فكانوا ما مشيناش قديم شريناه هو جديد، هما اللي بناوه وحنايا جينا وسكننا. يعني بالنسبه للصباغه ديال الدار فما بدلتهاش كاع، كل هي الصباغه ديال الدار ما بدلتهاش، بدلنا غير سميتو لا تابيسري ديال لا شومبر ديال ميساء سينو، وسميتو لا بانتور ديال لا شومبر ديال سوريا. سؤال الموالي حبيبتي سوما، تبارك الله عليك نحمق عليك، عافاك دعي معايا وكاع البنات نتشافى من الوسواس والخوف من الموت. دعوة الغريب مستجابة، الله يعطيكم ما تمنى. الله الله الوسواس بعدا هو من الأمراض الخطيرة
المراهقه اللي تهرقك نفسانيا اللي ما تتخليكش تعيشي. ديما انت تقولي لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. اي حاجه بربي كتب عليك اما غادي توصلك او غادي تصيبك. ما يمناش هروب. سؤال الموالي، اختي بيت نزيد نولد وخفت ندم. دونك بالنسبه للولاد فتكوني حاسه بانك راه انت مستعده، تتكوني حاسه سبحان الله العظيم مع سرية، فتكوني حاسه انايا مع يانيس، فتكون انايا حسيت زعما بانني مستعده تنبقى واحد معاهم، واحد تنبقى واحد الوقيته عاد تنستعد. وهذاك هو اللي الندم اللي انا ندمت عليه. ندمت حيت درت بيناتهم واحد الفرق. كبيره كاينه في السن ديال المراهقه، المتوسط كاين في السن ديال الطفوله، والرضيع راه داك بوحديتو. يعني ما يمكنلكش انت تخلطيهم بثلاثه في واحد لاكتيفيتي وحده، ما يمكنش. يعني كل واحد خاصك ديري معاه بوحدو، كل واحد خاص لونغاج ديالو بوحديتو، وكل واحد خاصك كيفاش تهضري معاه. وهادشي هادشي ماشي تيرهقك، هادشي خاصو ليه بزاف ديال الوقت باش يكونوا عندك الوليدات، وكل واحد في مرحله فخاصو بزاف ديال الوقت. وندم على هاد القضيه هادي، كون ولت هما انايا كلشي في خضار. دابا تولوا يكونوا ديك الساعه تبارك الله كلهم كبار، دابا كلهم 11 عام ولا على الاقل 11 10 تسعود فهمتي. اما دابا الفرق، وهذاك هو الغلط اللي درت، يعني غلطت وندمت عليه. واش بنتك كاينه في الكوليج خاص او حكومي؟ بنتي كاينه في الكوليج اللي هو حكومي كما قلت لكم، وبشحال دونك الكوليج الحكومي. فكوليج حكومي ما تتخلصيش عليه، ولكن لا كنتي ها هي جابت لي سميتها الشهر تنخلصو 68 اورو على الماكله ديالها. فوالا هي الماكله. اما الحكومه فما تتخلصيش عليها. بالنسبه للخاص فهذاك بوحديتو، يعني هو اللي كاين في الخاص وفي المدرسه، وان شاء الله حيت غادي يوصل حتى هو الكوليج الاعدادي، فراه غادي يدخل حتى هو الحكومه حاليا. غادي نشوف بعدا كيفاش دازت هذا العام هذا. الا دازت مزيان فان شاء الله فغادي نكملوا معها في الحكومه، الا ما دازتش مزيان هذيك الساعه غادي نرجعها ثاني للخاص، ويكون معها يكون تماك عندهم سويفي. ثم قولي لي كيف انظم حياتي الزوجيه. كيف انظم حياتي الزوجيه، او كيفية تنظيم الحياه ديال الزوجيه. دونك هذا السؤال هذا غادي نركز عليه على بزاف ديال النقاط. كيفية تنظيم حياه الزوجيه خاصها بزاف ديال الاشياء. الشيء الاول هي بعدا خاص الزوجه تكون واعيه، خاص الام خاصها تكون واعيه بزاف ديال الاشياء، وخاص الراجل حتى هو يكون عنده واحد شويه من الفهامه، يعني يكون تيتفاهم الامور. فريق المهام، كل واحد خاصو المهام نتاعو. الزوجه المهام نتاعو في البيت، واخا تيكون خدام تيكون عنده مهام في البيت. الزوجه فتيكون عندها مهام، بحال مثلا الزوجه مثلا دير العشاء، الزوج هو اللي يدير لي دوفوار، الزوجه مثلا دير لو دوفوار، الزوج هو اللي يفرق لي دوفوار على جوج، كل واحد ياخذ واحد. هادشي هي امثله، هي طلب العون. طلب العون ليس عيبا. الا جا راجلك وشتي شي شويه ماشي عيان والدم تاعو ما طالعش، يعني باري قالو شي شويه طلبي منه العون. قولي عاوني في الوليدات، او عاوني مثلا في غسل الماعن، او عاوني في هادي، او عاوني في هادي، لا ماشي عيب. نطلبوا العون من الام نتاعنا الا كانت قريبه، من خطنا الا كانت قريبه، اللهم نطلبوا العون، او من شي صاحبتنا الا كانت شي صاحبه، وزعما تندخلوا هكا لدارنا وكانت تتعرف دارنا مزيان، ماشي عيب. اللهم نطلبوا العون، ولا نبقاو قاعدين فواحد القنت تنبكيو. لحقاش العون تنطلبوه؟ حيت تنكونوا عيانين جسمانيا، وحيت تنكونوا عيانين نفسيا، ورا تنعياو لا جسمانيا ولا نفسيا. كاع عمل اجتماعات باقا تنتذكر شحال هادي ما درنا حنا اجتماع، باقا تنتذكر وقت ما كانش شي حاجه ماشي هي هذيك، او قلبي مثلا عامر، او شي حاجه اللي مثلا انايا راجلي بيت نقولها لي، او مثلا وقع بيناتنا خصام تنقول لي خاص اجتماع، خاص اجتماع، خاصنا نجتمعوا، او واحد في الاولاد ماشي هو هذاك، او تيبقى يدخل شفتو ماشي هو هذاك. الاجتماعات، الاجتماعات فاش تيكونوا الاجتماعات احسن بلاصه ديري فيها الاجتماع هي طاوله الاكل. وهذا هو السبب اللي خلاني مثلا ناكلوش في الصالون قدام التلفزيون، وهذا السبب اللي خلاني اللي ندير طاوله ديال الاكل في الكوزينه. طاوله ديال الاكل في الكوزينه ما كايناش لا تلفازه ولا راديو ولا حتى حاجه باش نقدروا ندويو، باش نقدروا ندويو على النهارات نتاعنا، على المشاكل اللي تيدوزو في الخدمه، على المشاكل اللي يمكن تيدوزو، على الطرائف نتاعنا، باش هكا يكون حوار، باش يكون هذاك، باش نقدر نبني هذاك الخيط اللي تيكون بين الاولاد وبين الاباء. راه كاينين شي اباء اللي ما تيدويوش اصلا مع الاولاد نتاعهم، يا راسي عارفوا
كالو شربوا لبسوا نعسوا سيبوا. نقطة الموالية هي ممارسة الهواية. الزوج والزوجة كل واحد غادي تكون عنده هواية. خلي راجلك يمارس الهواية نتاعته المفضلة، بحال مثلا أنا يا راجلي تي 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 يدير سبور بزاف وتي بيجري بزاف وتيعجبو الماتشات بزاف، فأنا تنعرفو إن فوا تيدير داكشي ديالو غادي يكون مور هادشي رايق وناشط زعما وبهدك. إن فوا تنشوفو مدارش سبور او ما مجراش او ما طار عليه واحد الدم تنقول لي سيجري سيجري. نفسي بالنسبه لي حيت ندير داكشي اللي تنبغي فتيجي تلقاني فرحانه وناشطه، هي تنشوف براسي بانني ما قدرتش ندير داكشي اللي انا يا تنبغي او ما قدرتش ندير الهوايه نتاعتي المفضله ولا ندير رياضه ومثلا ندير شي حقاش يوتيوب من بين الاشياء اللي انا تنبغي انا نديرها او شي حاجه ماشي هي هذيك، فتطلع لي الدم وتيعرف تيقول لي شي حاجه ماشي هي هذيك. دونك راه عارف بانني ما قدرتش انايا نديبونسي ديك لينيرجي اللي كاينه عندي انايا في الداخل. خاصكم ديبونسي لينيرجي اللي كاينه عندكم في الداخل، لا سواء للزوج لا سواء للزوجه، هي الاهتمام بالجمال والصحه. الجمال للبنات فالزوج والزوجه فاش يكونوا مع بعض فتيكبروا مع بعض تيشرفوا مع بعض، فدائما الزوجه تبغي تشوف زوجها في احلى حله، او على الاقل هو تي 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 تيكبر وتي على الاقل تيكبر وهو في احلى حله، ماشي تيكبر والبطن تاعو ولا مسكين كيداش وشعرو كيداش وما محسنش وما مغسل سنانو وما غاسلش وريحه واحد الريحه. نفس الشيء بالنسبه للزوجه شاديك الحاله. دونك لابد باش تبقى ديك لا تيغونس بين 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 الزوج والزوجه، السيده خاصها تهتم بالصحه نتاعها بالجمال نتاعها بالنظافه نتاعها بالوزن نتاعها بشعرها بالبشره نتاعتها، هادشي كاع كله تيخلي الزوج مازال مرتبط بها اكثر والزوجه حتى هي مرتبطه بالزوج نتاعو اكثر، وهادشي تيزيد مازال العلاقه الزوجيه مازال يمتنها والعلاقه مازال يوطدها اكثر. اتفاق على تربيه الوليدات. الوليدات ماشي واحد يقول لك لا ولا اخر يقول ايه ولا اخر يقول ايه ولا اخر يقول لا ولا اخر يشرق ولا اخر يغرب. الوليدات اللي تيكون عندهم مشاكل هما الوليدات اللي الاباء ما تيكونوش متفقين على كلمه واحده. انا حيت تيجوني ولادي تيقولوا لي راه با راه ما عطاناش هادي او ما قاليناش او ما خلاناش نتفرجوا في التلفزيون، قلت لهم حتى انا قال لكم لا يعني لا، ماشي ايوا اوهو ايوا سير ايوا حشومه ايوا عطي ايوا هزها وانا نكسر انايا كلامه. لا الروتين مره مابقاوش الاسبوع كامل وحنا هي جالسين اش نديرو في الدار، مره نخرجوا نهزو ولادنا ونخرجوا نمشيو لشي بلاصه نمشيو نشوفوا المحلات نمشيو للغابه نمشيو للبحر نمشيو نشوفوا الاصدقاء نتاعنا نتي ولاد نتاعنا يلعبوا في الجرده. خاصنا نكسروا الروتين، خاص كل واحد فينا يحترم اراء الاخر. انا يا عندي واحد الراي انت عندك واحد الراي فاحترم الراي نتاعي، وهذا شي حاجه عاوتاني فيا في راجلي تنحاول نحترم الاراء نتاعو وحتى هو تيحاول يحترم الاراء نتاعي. يعني جايين من بيئات اللي هما مختلفه من 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 تقاليد اللي هما مختلفه بزاف ديال الحوايج اللي هما مختلفين فينا، مرتبطين بيان سيو مرتبطين بزاف ديال الاشياء بيناتنا، ولكن تيبقاو بعض الاشياء اللي تيكونوا هكا مختلفين بيناتنا، التربيه بزاف ديال الاشياء. يعني تنحاولوا هكا نحترموا مثلا التربيه ديال الوليدات، التربيه المغربيه ماشي هي التربيه الفرنسيه مثلا نحاولوا هكا نحترموا الاراء نتاعنا في بزاف ديال 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 الاشياء. احترام اراء، احترم الراي ديال راجلك والراجل حتى هو غادي يحترم الراي ديال مرتو. واعباء المنزل، اعباء المنزل البنات فخاصها تقسم بينها بينك وبينه هو وبين الوليدات اذا كنتو خدامين كلكم، وخاصه عاوتاني تقسم بواحد التقسيم اللي هو عادل بما انك انت جالسه في الدار. يعني الراجل ماشي هي يدخل الدار ويدير رجلي على رجل انا راه عيان انا مرا راكون شفتو اش تدير، وخصوصا اللي عندها الوليدات في الدار الله يكون ليها في العوان، حتى هي تتسنى داك الراجل هي ملي يدخل باش تعطيها كالوليدات ويجلس معاهم ويقعد ويهضر معاهم يدير معاهم لي دوفوار يدوش ليهم. ما فيها ماشي عيب، ما ليس عيبا، ولكن كما تنقول لكم الزوج بصفه عامه على من عودتيه والابن بصفه عامه على ما ربيتيه. يعني داكشي دائما تيبدا من البدايات، اذا كان البدايات اللي هما بدايات على 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 حوايجات اللي هما على باز تكون حتى 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 الكماله على باز. الا ما كانوش البدايات على باز وخريتي كلشي مشقلب في الاول راه في الاخر ما غاديش يكون ابخي، حيت يكون الزواج قديم وبغيتي انت تبدلي من اول وجديد، فلا الاولاد غادي يفهموا ولا الراجل غادي يفهموا
ولا حتى انت غادي تقدري تفهمي راسك ولا المجتمع غادي يقدر يفهمك وغادي تخربقي وغادي تمرضي. بداي من حاجه من الاول او بالحوار مع راجلك بالحوار، هضره هضره الهضره، ما كاين الغوات والصداع داكشي ما تيديش ما تعطيش واحد النتيجه. راجل تيدخل من الخدمه تتبقي ضغوطي عليه شي ديال تيهز حوايجو تيخرج تيمشي للقهوه تيمشي عند صحابو، يعني كاع انتيا تدفعي الحوايج اللي يقدروا يخرجوه من دارو، وراه يخرج من الدار يمشي عاد شي حوايج اخرين. فهمتوني اش بغيت نقول ولا لا؟ فهمتوني بين قوسين، يعني ابقي ما تقولوش لا راه يجي وتجي معاه غير بلاتي احسن، الا كان شي حاجه ضراك شرحها لي بلاتي احسن. شو راه ظلام صافي نزل شرحها لي بلاتي احسن وبشويه عليه وبالهدانه، وحتى هو راه خاصو يمثلك نفس الشعور شويه وبالهدانه وبالحوار. لذلك كنقول لكم على الزوج، حيت تبي تختاري انت الزوج تزوجي به خاصكم تختاروا واحد الزوج على الاقل يكون ديجا زوج متفاهم وزوج واعي الوعي، حيت ما تيكونش الزوج واعي فتتكون العيشه معاه صعيبه بزاف صعيبه. الوعي والتفاهم فهما الاساس في بناء ماشي العلاقه الزوجيه، فهما الاساس في بناء بزاف ديال العلاقات، علاقه ديال الصداقه والعلاقه ديال الزوج والعلاقه ديال الجيران، اي العلاقات الاساس نتاعهم هو الوعي والتفاهم. انا عاوتاني رجعت لكم حيت البارح طاح الظلام في جهه ديال الحال، والدراري كانت عندهم المدرسه خليت كل شيء ومشيت ما بقيتش كملت، راه مكليه كاع نخرج دوك الضوا ونكمل، ولكن ما كنتش لقانا نقدر نكمل بها سميتو على خاطري. دابا غادي نجاوبكم على الاسئله الاخرانيه اللي خليتو ليا، وغادي نعاود نرجع للمونتاج ونشوف واش فريمون كنت ديك الساعه مكونسونطريه في السؤال الاخر ولا لا. سوما هضري لينا عافاك على الزواج الاجنبي وكيفاش نتعاملوا مع الزوج فيما يخص المصروف اذا كانت الزوجه خدامه مزيان. دونك بالنسبه للمصروف هادشي ديجا انا جاوبت عليه شحال هادي لواحد السيده، انت هي خدامه وهو خدام، فبالمصروف نتاعك حاولي انت ديري شي حويجات في البيت وهو يدير شي حويجات في البيت، بحال مثلا هكا تكملوا هكا بعضياتكم، ماشي انت هي خدامه وهو خدام وهو تيخلص لي فاكتور يخلص الماء وخلص الضو وخلص الكرا وخلص ليسونس وخلص الماكله وخلص هذه وخلص هذه، وانت هي داكشي نتاعك بغيتي تخدمي بغيتي ديريه في جيبك، يعني لا يعقل غير من المفهوم لا يعقل. واش انت هي غادي تبغي مثلا 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 راجل ولدك يخدم 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 ومرته دير داكشي في جيبها وما تعاونوش ما دير حتى حاجه في الدار هو منه كلشي، واش انت تبغيها؟ لا ما غاديش تبغيها، وداكشي اللي ما تتبغيهش راسك ما تبغيهش حتى لولاد الناس ما تبغيهش حتى الاخرين ما تبغيهش حتى يعني اللي ما بغيتيهش راسك واللي ما بغيتيش لولادك ما تبغيهش الاخرين. ديما بدا تقارني راسك بالاخرين، واش انايا قادره نقبل هذيك الحاجه ولا لا، او الى ولدي في هذيك البلاصه واش قادره نقبل عليه هذيك الحاجه ولا لا، وانتم غادي تقدروا انتم توازنوا بين الامور. اختي بيبي كتنعس بالليل انا يا والو ما عرفتش مناش كترضع الحليب ديالي، ما البيبي ديالي انا الحليب ديالي ما تنعس انا يا بالليل حتى انا تتنوض على الاقل تتنوض ثلاثه ديال النوبات تنحتى الرضاعة عامره بالماء تتشرب شي شويه وتطلع وتنعس. هذا ما كان البنات مسكت بكم تنشوف دابا الكاميرا تتكلينيوطي لحقاش انا قبل ما ندير لكم هذا الاخر ديال الفاك، فكنت ديجا تندير الفيديو ديال ديكوراسيون دو تون وطرق كيفاش تخلي البيت نتاعك اكثر شياكه. الى الامر تيهمكم البنات رجعوا الفيديو اللي غادي ندير لكم قبل من هذا، راه غادي نديكم عاوتاني الى عالم اخر ودرت لكم فيه واحد البينكي رائع يا رائع رائع يا سلام. اي اسئله وحدين اخرين بيتوني انا نجاوب لكم عليهم سواء في اي مجال كتبوا لي شي في التعليقات. شكرا لكم وشكرا للحب نتاعكم وشكرا شكرا لكم من كل اعماق القلب على اي حاجه. مرحبا ألقاكم ان شاء الله قريبا في فيديو جديد على قناه سوما. ومحبين قناه ديال سوما فيديو غادي يديكم الى عالم اخر جميل جدا 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 جدا، وركوا عليه غادي نتلاقاكم تماك.